سلمى، مؤخرا صار كتير في حديث عن تقنية الجيل الخامس، وخاصة يمكن هذا المصطلح يمكن ما كتير بنعرفه أو بنجهل تفاصيله. بدنا نعرف اليوم عبر ضيفتنا شو هي طبيعة التقنية وشو فوائدها، كيف ممكن تأثر على حركة الحياة بكل الأصعدة. أكيد زينب، يمكن خلال هي الفترة هي التقنية عم تسعى لتحقيق أهداف كبرى بمجالات الذكاء الاصطناعي والطب والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية، اللي نتعرف على الجيل الخامس من الإنترنت اللي بدأت ملامحه ببعض دول العالم. وأيضا كثير من أسئلة الاستفهام عن هذا الموضوع رح تضيفنا عليها مهندسة المعلومات منار قصام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك منار. صباح الخير سلمى. صباح الخير زينب. يسعد صباحك يا منار. يعني مصطلح الجيل الخامس عم نسمع عنه مؤخرا، لكن ما كتير بنعرف شو التقنية، فخبرينا عنه. خلينا نبلش زينب أول شيء احكي تاريخيا تسلسل الشبكات. أول شيء بلشنا بأوائل الثمانينات بال 1G، هي اتصالات الهاتفية التناظرية. بالتسعينات صرنا عم نحكي بشبكات ال 2G، يعني صرنا بالإضافة للاتصالات الهاتفية صرنا بنقدر نبعث رسائل SMS أو رسائل مالتي ميديا، رسائل مصورة. بداية ال 2000 صرنا عم نحكي بشبكات ال 3G، يلي صرنا من خلالها بنستخدم الانترنت، بنستخدم تطبيقات المحادثة، بنقدر نعمل إرسال واستقبال لملفات. ومن بعدها بعشر سنين صرنا عم نسمع بمصطلح 4G والال تي اي والال تي اي بلس، طبعا باستخدام انترنت بسرعات اكبر. ومن كم سنه صرنا عم نسمع بتقنيه الشبكات الجيل الخامس من تطبيق شبكات الانترنت. هلا هي الشبكات اجت طبعا بسرعات اكبر بكثير، صرنا عم نحكي من مرتبه الجيجا بايت، اجت بنطاق تردد عالي كثير وبسرعات اكبر بكثير من الشبكات الحاليه ال 4G. نحن شغالين عليها فينا نقول مينيموم 100 مره اسرع، وصولا ل 1000 مره اسرع بتقنيه اتصالات خليويه عاليه الوثوقيه. وفيني اقول نحن كمان صرنا واصلين لشيء اسمه 6G، الجيل السادس، الجيل السادس اللي صار هلا مستخدم بالصين. طيب خلينا نحكي عن مزايا الجيل الخامس، يعني هي الشبكات كثير سمعنا اسئله عنها حتى هلا، يمكن من اول ما بلشت ازمه كورونا باعتبار الجيل الخامس موجود برا، سمعنا اشاعات انحكت، ما بعرف مدى صحتها المعلومات، انه هي مؤثره على الصحه وادت لانتشار الكورونا اكثر، حتى بعض الدول شهدت مظاهرات محاولة تحطيم لهي الشبكات. نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل. تماما سلمى، خليني اسم سؤالك سلمى لجزئين. الجزء الأول شو المزايا، ليش خليت جزء كثير من الدول أنه تروح باتجاه استخدام شبكات 5G، وشو اللي خلك جزء الأكبر من الدول أنه ما تروح باتجاه، يعني في دول استخدامها دول؟ هلا اول شيء المزايا اللي اجت فيها الجيل الخامس من الشبكات، هو اول شيء اللي بيتبادر لذهننا كلياتنا السرعه. الشبكات ال 5G سريعه جدا، نحن عم نحكي من مرتبه ال 20 جيجا بيت بالثانيه، سرعه نقل بيانات عاليه جدا. لنقول مثلا زمن الانتقال اللي هو الزمن اللي بيستلزم البيانات لتنتقل من هوت سبوت لهوت سبوت ثاني، رح يكون بالحاله العاديه 4 ملي ثانيه، بنخفض ل 1 ملي ثانيه في حال اتصال باقصى سرعه. الاتصالات الهاتفيه او التطبيقات المحادثه اللي عم نستخدمها مثلا واتساب او هيك، او اي تطبيق بيستخدم البروتوكول فويس اوفر اي بي مثل سكايب مثل زوم رح يكون بجوده عاليه جدا. الفكره اللي كثير مهمه انه نحن عندنا زياده بالتطبيقات، زياده بالاجهزه المتصله بشبكه الانترنت عم نشهدها. نحن بمنتصف عام 2021 في احصائيه بتقول واصلين لتقريبا 30 مليار جهاز متصل بالانترنت، فنحن بحاجه لشبكه تدعم هالجزء العالي من الاجهزه، فشبكات ال 5G رح تامننا اتصال مكثف لهي الاجهزه، يعني ممكن نوصل لحدود المليون جهاز خلال مساحه جغرافيه 1 كيلومتر مربع، بما فيها طبعا الاجهزه اللي بتعتمد على انترنت الاشياء الاي او تي. بالنسبه ل
عم بحكي مزايا بعدني بالنسبة لعمل القنوات الفضائية رح يتطور، لأنه صارت القنوات تبث بتقدر تبث بجودة 4K أو 8K أو حتى البث الفيديوهات تبعت الـ VR 360 درجة على يوتيوب رح يكون بجودة عالية، ما في تقطع، ما في تشوه للإشارة. هي بما يخص ميزاتها. هلا سلمى، لسؤالك اللي سألتي انه ليه صار في ارتباط بين كورونا وبين شبكات الـ5G. هلا كان الخوف من انه بالبداية انه كورونا اجت من وراء استخدام شبكات الـ5G. هلا هي الشبكات مستخدمة بجزء من الدول الأوروبية، مو على نطاق كتير واسع ولكن مستخدمة، فصار في تصور مع انتشار وباء كورونا انه مصدر هذا الوباء هو الشبكات الـ5G استخدامها. بس رجعت بعدين طلعت منظمة الصحة العالمية ونفت هذا الموضوع، قالت لا، الكورونا بينتشر عن طريق الرذاذ، يعني هو بس ملامسة الأسطح أو شيء وانتقال عن طريق الأنف أو الفم. نفت هذا الموضوع، ولكن قلت لكم صار في لغط بهذا الموضوع، وعلى الرغم من له تأثيرات صحية كثير استخدام شبكات الـ5G. نعم منار، يعني لما نحكي عن التقنيات دائما بنقول شو هي البنى التحتية اليوم لتطبيق الجيل الخامس عنا، شو بتلزمها من تقنيات من آليات للعمل؟ زينب خليني اقول نحن باستخدامنا لشبكات الـ5G رح نتوجه لشيء اسمه الثورة الصناعية الرابعة. لأقول أول شيء نحن بالجيل الحالي شغالين عليه 4G أو LTE هو عبارة عن محطات توليد للإشارة مع هوائيات. هي المحطات بتغطي تقريبا، كل محطة بتغطي تقريبا 25 كيلومتر مربع. مع وجود هوائيات أو محطات في مسافة بيناتها ما بصير في ضياع بالإشارة. بحالة شبكات الـ5G نحن بحاجة لهوائيات أصغر، محطات أصغر بكثافة أكبر وعدد أكبر، يعني مساحة جغرافية صغيرة. نحن بحاجة لهوائيات من الجيل الخامس أكثر، يعني نحن حتى نغطي مساحة 3 كيلومتر مربع نحن بحاجة ل 60 هوائي بحالة الشبكات الـ5G. يعني نحن تقريبا اكثر ب 600 مره من حاله الشبكات الحاليه نحن شغالين عليها هلا الـ4G. هذا الشيء مكلف جدا، وهذا الشيء جزء بيخلي كثير من الدول انها تتروى كثير قبل ما تستخدم هي الشبكات، لانه هي بحاجه لنسف لمنظومه الـ4G كلياتها اللي هي شغاله عليها، وترجع تبني من اول وجديد شبكات الـ5G. ما بيقدروا يستخدموا الشبكات الـ5G على شبكات الـ4G الشغال، مثل لما نحن كنا عم نشتغل على الـ3G تلقائيا تحولنا لشبكات الـ4G على موبايلاتنا، حتى اضطرينا بس نغير السم. اما المحطات والهوائيات ما تغيرت، يعني شبكات الاتصالات قدرت تنقل من الـ3G لـ4G، هذا الشيء اللي شفناه عندنا بسوريا كمان بدون التكلفة المادية الكبيرة. اما بحالة الـ5G لا، الهوائيات كلها رح تتغير، محطات الارسال كلها رح تتغير، رح ترجع تنبنى من جديد، عندنا انفراستراكشر جديدة بحالة الـ5G. طيب بما انه حكينا عن انه قديش بدها عدد هوائيات تتركب، ويمكن حكيتي انت شوي عن المشكلة الصحية وانه له اثار سلبية على المشكلة الصحية بسبب الهوائيات، شو الرابط بيناتهم وشو هي هاي الآثار السلبية؟ سلمى، بما أنه حكيت قلت أنه نحن بحالة الـ4G الشبكات الحالية شغالين عليه عندنا مساحة جغرافية كبيرة عم تغطيها هوائي واحد، لكن حتى نحن بهذا الوقت نحن هلأ بنسمع إذا بيجوا بيقولونا مثلا شركة اتصالات تتركب هوائي جنب البناية أو البيت، نحن منخاف لأن خاف من التأثير تبع الأشعة المنطلقة أو الحقول الكهرومغناطيسية المنطلقة من الهوائيات. فما بالك لما بيكون بـ5G وعندك هوائيات بمساحة جغرافية صغيرة ولكن مكثفة ومتقاربة كتير، فالخوف الأكبر هي من الحقول الكهرومغناطيسية اللي رح تنطلق من هي الهوائيات. أكثر من هوائي أكثر من حقل، فقدي مدى تأثيره على الصحة البشرية. هلأ بالدول اللي استخدم فيها جزء من الشبكات الـ5G التقارير قالت أنه ما صار في آثار جانبية على الحيوانات أو على الطيور أو الحشرات،
بس عدم وجود أدلة على أنه ما صار تأثير صحي عليه، هذا ما بيمنع أنه ممكن عند استخدام على نطاق واسع كتير أنه ما تعمل آثار صحية على البشر، وهذا الشيء بيخلي الباب مفتوح قدام أي عواقب بيولوجية ممكن تصير. في دراسات بتقول أنه احتمال استخدام شبكات الـ 5G ممكن يعمل شيء مثل أمراض العلاقة بالأورام الدماغية أو شيء، بما أنه بتأثر على الرأس أكثر، ممكن السرطانات ممكن تكتر أكثر. قلت لكم هي لسه بعد يعني دراسات عم نحكى عنها، لسه ما في شيء مثبت أنه ما رح يصير في تأثير صحي عليها، ولكن الدراسات بتقول أنه الهوائيات اللي رح تستخدم بحالة شبكات الـ 5G رح يكون الانتشار الحقل الكهرومغناطيسي من نوع الأشعة هو أقل بكتير من المحطات المستخدمة بحالة شبكات الـ 4G. نعم منار، طيب شو نهاية الجيل الرابع؟ حاليا ما في نهاية له، حاليا بهذا الوقت ما في نهاية للجيل الرابع، لأنه قلت لكم نحن في تقرير للنظام العالمي لرابطة الهواتف المحمولة بتقول بمنتصف 2025 بدول أوروبا رح يكون شبكات الـ 5G حاضرة بنسبة 31% فقط، فنحن بدنا وقت طويل لحتى نقدر نستخدم شبكات الـ 5G. كمان ما فينا نلغي شبكات الـ 4G اللي نحن شغالين عليها هلأ بسوريا وبكل الدول وننتقل مباشرة للـ 5G. الشبكتين لازم يمشوا متلازمتين مع بعض، ننتقل بشكل تدريجي لشبكات الـ 5G مع المخاوف اللي موجودة عند كتير من الدول، المخاوف الصحية وغير المخاوف الصحية، في مخاوف أمنية، لأنه شبكات الـ 5G مع الاستخدام الأكبر للأجهزة، يعني صار عدد أجهزة كتير كبير، المعلومات اللي عم تجمعها هي الشبكات رح يخلي عند كتير من الدول والمسؤولين مخاوف أمنية، أنه كم الكبير من المعلومات اللي عم يتخزن بهيك الشبكات لوين رايح، لصالح مين رح يستفاد منه أكثر. بتعرفوا نحن هلا بحاله الفورجي 3/4 معلوماتنا موجوده اوفر انترنت، يعني صح اكيد. يعني يمكن بدي اسالك سؤال هو شوي بعيد عن الموضوع، بس من حكيك منار، اغلب المهندسين الاتصالات والتكنولوجيا دائما بينبهوا من الخطر الاكبر اللي صار بايدينا نحن، موجود اللي هو عالمنا كله داخل شبكه الشبكات اللي عم نتواصل فيها من خلال جهاز الموبايل. قديش فعلا هذه المقوله مزبوطه وبنلاقيها موجوده ومفعله؟ هل فعلا نحن موبايلنا الكاميرا تبعيته حتى لو ما عم نستخدمها هي قادرة أنه تصور وتلتقط، مايك التليفون، كل شيء حوالينا ممكن يكون مراقب من خلال جهاز الموبايل الموصول على الإنترنت بشكل دائم؟ طبعاً سلمى، نحن حياتنا الشخصية ما بقاها ملكنا، صارت ملك، يعني فقدنا الخصوصية بشكل كامل. طبعاً، حتى يعني قد ما نحاول نحن أنه أنا بدي أخلي معلوماتي الشخصية بعيدة كتير عن التطبيقات الذكية اللي أنا عم بستخدمها، بلاقي بحالي بوقت مضطر، يعني مثلاً مضطر استخدم الإيميل، مضطر استخدم الأبليكيشن تبعت وسائل التواصل الاجتماعي، مضطر لحتى مو شرط هيك للشغل، يعني هلأ نحن بزمن كورونا مضطرين نقعد ببيوتنا ونشتغل أونلاين، فنحن مضطرين نستخدم التطبيقات على الانترنت، فشئنا ما بين معلوماتنا رح موجودة على الانترنت. هلأ قدي نحن بنقدر نحافظ عليها، نكون حريصين انه المعلومات الخاصة فينا، المعلومات اللي علاقة مثلا بحساباتنا، بكلمات السر، نحافظ عليها. بس التطور اللي عم بيصير بالعالم بيجبرنا، يعني نحن هلأ ما بقى فينا نقعد بعيدين عن الانترنت، مين اللي بيقدر يقعد بلا انترنت 5 دقائق؟ مثل ما قلت لكم التطور وشفتوا لوين واصلين ب 5G، يعني اي شيء صار مربوط بالانترنت، صرنا بنسمع بشيء اسمه مدن ذكيه، صرنا بنسمع بشيء، اي شيء نحن بنستخدمه قادر انه يتصل بالانترنت ويصير مدار من قبلنا عن طريق هالموبايل هاي، عن طريق بس مجرد ان استخدم ابلكيشن بقدر شغل اي شيء موجود ببيتي وانا بعيد بشغل. فهلا دخلت كثير، صارت متداخله بحياتنا الانترنت والشبكات، وصار صعب كثير نكون بعيدين عنها. أكيد. بس نحاول قد ما فينا نحمي معلوماتنا، نكون منتبهين، لانه انا لشو بدي اعمل اكسس لاي نوع من المعلومات، ودائما ابديتد لمعلوماتي. اكيد احنا بنشكرك منار على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، والله يجيرنا من الجيل الخامس اذا هيك مثل ما عم تقولي. بعيدين عنا بعد. يلا اوكي ماشي الحال. شكرا لك منار، شكرا لك المعلومات اللي قدمتيها. شكرا.